اهلا بحضراتكم من جديد وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله، وكل يوم جمعه يتجدد اللقاء مع الاهلي خط احمر. طبعا كلنا شفنا مباراه وانتصار تاريخي للنادي الاهلي 9-0، اكبر نتيجه حققها النادي الاهلي في تاريخ دوري ابطال افريقيا، وهو ده اللي احنا كنا بنطالب بيه في مباراه الذهاب، ان لما يكون انت بتلعب من دور ال 64 وعندك فريق دون المستوى لازم تعمل عليه رقم قياسي. الحقيقه ما قدرناش نحقق الرقم القياسي في افريقيا، لكن 9-0 الرقم اكيد قياسي للنادي الاهلي. مبروك الصعود المتوقع، واللي ما كانش ينفع يتقبل غيره، احنا بنلعب على البطوله، ووضعنا في اننا نلعب مباراه في الدور ال 64 مش عاوزينه يتكرر في البطولات الجايه، لان ان شاء الله عايزين نشارك واحنا البطوله الجايه واحنا حاملين لقب افريقيا اللي غاب عننا كتير اسبوع. طبعا حلقات البرنامج كل يوم جمعه، فبالتاكيد مش هينفع نعدي برضو احداث الاسبوع، خاصه واحنا من هنا ومن اول حلقاتنا قلنا ان احنا هنكون نافذه الجمهور خلال البرنامج، فما ينفعش طبعا نتجاهل الغضب اللي كان ظاهر على السوشيال ميديا خاصه بعد الخروج من الكاس. النهارده قدرنا الفريق يحصل له حاله ريفرش كده، لكن طبعا للمصداقيه والموضوعيه اكيد عندنا احداث كتير هنتكلم فيها، خاصه غضب جماهير السوشيال ميديا والغضب الحقيقه اللي هو موضوعي جدا. النادي الاهلي بيلعب اي بطوله، سواء دوري حتى لو بطوله الكاس، هي البطوله الثانيه حتى لو مباراه وديه، جماهير النادي الاهلي لها طبيعه خاصه وهي الفوز بجميع المباريات، فلما يحصل هزيمه قدام فريق للمره الثالثه اكيد هتكون في حاله غضب، ولكن كله يا فارس بيحدد مسؤولياته، وكله اكيد انا وانت وكل المسؤولين لما بيحصل اخفاق بيكون في حاله مش راضيين عن الاداء، وطبعا حاله غضب جوه المسؤولين واللاعبين والجهاز الفني والجماهير، فاعتقد غضب الجماهير شيء منطقي جدا وموضوعي ولازم نتقبله. طبعا وفي المرحله دي لازم نستوعب ان الغضب بيكون نابع من الحب للنادي الاهلي. النهارده احنا بنفوز فوز كبير جدا، وبما اننا في ايام البحث عن المدرب الجديد للنادي الاهلي لازم نستلهم فكره مستر مانويل جوزيه اللي كان دايما بياكد يا احمد ان المباريات دي هي المباريات اللي لازم تستغل فيها المنافس، والنهارده فعلا نجح النادي الاهلي ان هو يعمل ده وحققنا فوز كبير. بس الفوز مش هنستغله ان احنا ننسى، بالعكس احنا بنفرح وبنستغل الفوز ان احنا نبني عليه، ولكن كان عندنا اخفاق حصل. اي اخفاق بيضايق جمهور النادي الاهلي، الاخفاق بيحمل كل مسؤول في النادي الاهلي ان هو يتدارك سلبيات الفتره الماضيه. كلنا هنا في النادي الاهلي، عائله النادي الاهلي لحمه واحده، احنا مش مختلفين، احنا كلنا بنكمل بعض. كنا ما حسيناش باي حساسيه يا جماعه ان احنا نتكلم، ان لا لو في تعثر احنا كلنا بنشوف ازاي نخرج منه. اللحظات دي بتستدعي حاجتين، التكاتف وان احنا نشوف اخطاء الماضي ونحاول ما نكررهاش، وان شاء الله باذن الله ده اللي منتظرينه الفتره الجايه. هنا ما فيش حد هيتقال عليه لانه بيقول راي، قالوا نتيجه ان هو جمهور بيتقاضى اموال او بيهاجم النادي عشان خاطر حد بيدفعه. لا، جمهور النادي الاهلي المحرك ليه يا احمد حاجه واحده بس، حب وغيرته عن النادي بالضبط. وعشان كده كلنا متفاهمين طالما النقد في اطار يسمح بان النادي الاهلي نفسه يستفيد من النقد ده، ودي السياسه دي مش هتلاقيها غير هنا يا احمد، ان الحريه اللي احنا بنتكلم بيها دي. بالتاكيد يا فارس، وحتى اعضاء مجلس الاداره وكمان الكابتن محمود الخطيب اصلا كان لعيب كوره وعنده بالضبط. احساس بفكره غضب الجماهير، زي ما هي في النجاحات بتقدر انها تدعم وبترفع الناس فوق راسها، اكيد وقت الاخفاقات بيكون في غضب شويه، واحنا عشان هنا نافذه اكيد رصدنا سلبيات كتير، منها طبعا كان في اعتراض جماهير على توقيت رحيل المدرب ان هو كان ممكن يرحل قبل كده، ولكن هو الموضوع كان كله يا فارس له منطقته وموضوعيته، ان انت هل تكمل بالمدرب ده بعدهم افريقيا ولا تكمل بمدرب جديد ويجي يقول لك انا مش متحمل نتيجه المباراتين، فلو حصل اخفاق يشيل هو الليله زي ما بيقولوا بالبلدي كده وبرضه يبقى فيه مشكله. فكان كل راي وهو بالظبط له موضوعيته وله منطقه، ولكن خلاص مرحله لاسارتي مرحله انتهت، هنقفل عليها بحلوه مراه، هنتعلم الدرس، طبعا هندرك اخطائنا، وان شاء الله الاهلي بصدد التعاقد مع مدير فني جديد يعيد النادي الاهلي لرقم واحد مش بس افريقيا محليا، وده بيحتاج زي ما فارس قال بعقب على كلامك تكاتف جمهور النادي الاهلي، والحقيقه ده مش كلام شعارات، جماهير النادي الاهلي في حاله تكاتف، ودايما اذا كان جماهير النادي الاهلي في الوقت الحالي بيقولوا على المره قبل الحلوه معاه، لا جماهير كمان النادي الاهلي في عز انتكاسات النادي الاهلي اللي حصلت في سنه 65 في مباراه، طبعا كان الوقت ده النادي الاهلي هو ونادي الاتحاد هم اكثر رعايه من الملك، اول انديه تم رعايتهم من جناب الملك، فكان في فارس مباراه وديه بتتلعب قبل كل موسم. الصوره اللي على قدام حضراتكم دي مباراه وديه قبل بدايه الموسم في سبتمبر 1965، النادي الاهلي ثلاث مواسم بدون بطولات
لا دوري ولا كاس، بل بالعكس كمان كان في بطولات الدوري لو 21 مباراه يا فارس الاهلي بيكسب سبعه، بيتعادل سبعه ويهزم سبعه، حاجه ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي. الجمهور عظيم بالظبط، محقق 11 بطوله من 12 بطوله ثم غياب 8 بطولات، وده كان منظر الجمهور في مباراه وديه، 45,000 متفرج داخل الملعب وزيهم بره، 45,000 خارج الاسوار، ده جمهور النادي الاهلي وده وقت جماهير النادي الاهلي، وطبيعه الحال لازم جماهير النادي الاهلي تدعم النادي الاهلي، واكيد المسؤولين هيتداركوا الاخطاء وتوصل النادي الاهلي يا فارس للمقدمه باذن الله. بس الصوره دي والاجواء دي، اجواء الستينات وصعوبات النادي الاهلي، يعني ما بتفكركش بحاجه دلوقتي؟ فكرتني يا احمد والله، يعني ما اشبه الليله بالبارحه يعني. طبعا هنتكلم في موضوع مهم جدا بمناسبه الصوره دي وبمناسبه المسؤولين اللي كانوا